السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنكمل مع بعض شابتر 2 من منهج ديسكفر، وهبدأ بليسون 7 بيج 31. النهاردة يا كيجي هحكي لكم قصة جميلة. هنقول كان يا مكان كان عندي كلبة اسمها مادي. الكلبة مادي كان عندها حاسة الشم قوية، وفي يوم من الأيام وهي ماشية في الحديقة شمت رائحة غريبة في الحديقة، أخذت تنتقل في الحديقة من هنا وهناك، وفجأة وجدت صديقها سبوت اللي ما شافتهوش من فترة. ففرحت الكلبة مادي برؤية صديقها سبوت. شايفين يا كيجي الكلبة بتتحرك ازاي؟ حد يعرف؟ أنا هقولكم ازاي. شايفين معايا ايه يا كيجي؟ ده مغناطيس، يعني يمس المغناطيس بيحرك الورق. طب تعالوا نجرب، ادي ورقة اهي، هنقرب المغناطيس من الورقة. شايفين يا كيجي؟ شايفين؟ طبعا ايه، الورقة ما بتنجذبش للمغناطيس. طيب يا مس ازاي كان بيتحرك؟ علشان انا كنت حاطه دبوس من ورا صورة الكلب. شايفين الدبوس؟ لو قربناه من المغناطيس شايفين حصل ايه؟ انجذب الدبوس للمغناطيس، بمعنى ان الدبوس مصنوع من المعدن والمغناطيس بيجذب المعادن اليه. شايفين يا كيجي حصل ايه؟ لكن لو قربناه من الورقة شايفين؟ طبعا مش هتنجذب الورقة للمغناطيس، لكن الدبوس انجذب للمغناطيس لانه مصنوع من المعدن. شايفين يا كيجي ازاي؟ وبكده يا كيجي خلصت قصتنا، يلا نشوف الكتاب. وهنا عندي في كتاب بيقول ماجنتس اللي هو المغناطيس، اتراكت يعني يجذب، ماجنتس اتراكت يعني قوة جذب المغناطيس. هنا عندي بيقول برودكت يعني تنبأ، وذا ماجنت يعني المغناطيس، اتراكت يعني سيجذب، ذا اوبجكت اللي هو الشيء. رايت اكتب يس اور نو، اكتب نعم او لا. تيست اختبر ذا اوبجكت الشيء. ديد ذا ماجنت هل المغناطيس اتراكت يجذب، ذا اوبجكت الشيء، هل المغناطيس يجذب الشيء. رايت اكتب يس اور نو، اكتب نعم او لا. درو ارسم تو مور اوبجكتس يعني ارسم كمان شيئين اضافين. تو برودكت تتنبأ، اند تيست وكمان تعمل اختبار. كده يا كيجي تعرفنا احنا من خلال القصة على ايه؟ على المغناطيس اللي هو ماجنت، وعرفنا اني ماجنت المغناطيس اتراكتس يجذب ميتال المعادن. ماجنت اتراكتس ميتال يعني المغناطيس يجذب المعادن. وهنا عندي جايب جدول قدامي وهنعمل اختبار تيست يعني على الاشياء الموجودة قدامي في الجدول، هل تنجذب للمغناطيس ام لا، وهنكتب يس اور نو. وكمان الاول هنعمل برودكت يعني هنتنبأ، وكل طفل هيتنبأ او هيتخيل ان الشيء دوت هينجذب للمغناطيس ولا طبعا مش هينجذب للمغناطيس. هنا عندي دبابيس الورق اللي هي بيبر كليب، هنقربها من ماجنت المغناطيس. هل سيجذب المغناطيس دبابيس الورق اللي هي بيبر كليب؟ ها يلا نعمل اول حاجة برودكت، هنعمل تنبؤ. في اطفال ممكن تقول يس وفي اطفال ممكن تقول نو. هنا هنكتب على حسب ما كل طفل هيقول، تمام. بعد كده هنعمل تيست، هنعمل اختبار. ها هنقرب الدبابيس الورق اللي هي بيبر كليب من المغناطيس. طيب لما نقربها ايه اللي هيحصل؟ طبعا دبابيس الورق اللي هي بيبر كليب مصنوعه من ايه يا كيجي؟ مصنوعه من ميتال المعدن زي الدبوس اللي انا استخدمته في القصه. يبقى هنكتب هنا يس في الاختبار، هنكتب يس، تمام يا كيجي. يلا الحاجه الثانيه، انا عندي ايه هنا؟ عندي جنيه او عمله معدنيه كوين. طيب عندي هنا، يلا نقول كده نشوف، هنقربها من الماجنت، هنقربها من المغناطيس. هل سيجذب المغناطيس اللي هي العمله ديت الجنيه كوين، هيجذبها ولا لا يا كيجي؟ ها يلا نعمل برودكت تنبؤ. يلا طبعا في زي ما قلنا في اطفال هتكتب يس اور نو، تمام. هنعمل اختبار، هنقرب الجنيه من الايه؟ من المغناطيس. يلا نشوف، ها تمام يا كيجي. يبقى طبعا ايه، لما نيجي نعمل تيست هنعمل الاختبار هنكتب طبعا يس لانه هينجذب لانه معدن، تمام يا كيجي. يلا بعد كده عندي الالوان، هنا الالوان عندي هنقربها من المغناطيس. هل سيجذب المغناطيس الالوان اليه؟ ها يا كيجي طبعا في هنعمل طبعا برودكت الاول
واللي هيكتب يس هيكتب، اللي هيكتب نو هيكتب. هنعمل اختبار تيست، طبعا ايه الالوان مش هتنجذب للمغناطيس، يبقى هنا هنكتب نو. هنا عندي كمان مربعين فاضيين، هنا كان بيقول لي في الاول draw ارسم two more objects، يعني ارسم شيئين اضافين، وكمان هنعمل لهم ايه product تنبؤ وكمان اختبار. انا هنا مثلا اخترت a piece of wood قطعة من الخشب، وكمان استخدمت نيل اللي هو المسمار. هنقرب الابيس اوف وود اللي هي قطعة من الخشب، هنقربها من المغناطيس. يلا نقربها من ماجنت المغناطيس، هل سيجذب المغناطيس ابيس اوف وود قطعة الخشب؟ ها يلا نعمل برودكت، وكل واحد هيعمل البرودكت اللي هو هيفكر فيه، هيعمل التنبؤ اللي طبعا اللي هو هيقوله، يكتب هنا يس اور نو. طيب يلا نعمل تيست، ها نقرب المغناطيس من قطعة الخشب اللي هي a piece of wood. طبعا اللي هيحصل ايه؟ طبعا قطعة الخشب مش هتنجذب للمغناطيس، يبقى هنا هنكتب في التست نو. عندي بعد كده هنا نيل اللي هو المسمار، يلا نقربه من ايه؟ من ماجنت المغناطيس، سيجذب المغناطيس؟ ها المسمار هينجذب للمغناطيس ولا لأ؟ طبعا المسمار هينجذب للمغناطيس لأنه ميتال من المعادن، زيه زي الكوين اللي هو العملة اللي هو الجنيه، وكمان زي بيبر كليب اللي هو المشبك بتاع الورق. وكده عرفنا ان المغناطيس ماله ماجنت اتراكتس ميتال، يعني المغناطيس بيجذب المعادن، وده اسمه ايه كي جي؟ اسمه ماجنتس اتراكت، اسمه ايه؟ ماجنتس اتراكت، يعني قوة جذب المغناطيس، ودي كلمة مهمة يا كي جي. الصفحة اللي بعدها ليسون 8 بيج 32 بعنوان سارس انفيتيشن، يعني سارة طبعا سارة عارفينها، انفيتيشن يعني دعوة، يعني دعوة سارة. وطبعا عارفين كلنا صديقتنا سارة اللي جت عندنا جديدة في المدينة، ولعبنا معاها ألعاب كتيرة. فاكرين لعبنا معاها ايه؟ طبعا لعبنا معاها فوتبول جيم، وكمان لعبنا معاها سيت هايت اند سيك اللي هي لعبة الغميضة او الاستغماية، ولعبنا معاها العاب كتيرة. النهاردة هندعو سارة ليوم اللعب، هندعيها لايه؟ ليوم اللعب. تمام يا كيجي؟ جيم دي اسمه ايه؟ جيم دي يعني لو يوم اللعب. هنا عندي بيقول فيل ان يعني املأ ذا بلانكس الفراغات، ديكوريت ديكوريت يعني كلمة جديدة، ديكوريت يعني زين، انفيتيشن يعني الدعوة، يعني بعد ما هنملأ الفراغات هنزين الدعوة بتاعتنا. هنا عندي مكتوب يو ار يعني انت، انفيتد يعني انت مدعو، مدعو مين؟ طب احنا هندعو هنا سارة، الدعوة دي لسارة، يبقى هنا هنكتب سارة. طيب هنا بيقول وات جيم دي، المناسبة طبعا اللي هي ايه؟ يوم اللعب. تمام يلا هنا نكمل الجمل الموجودة عندي. هنا عندي مكتوب وير يعني ازاي او ايه اللي سارة هتلبسه في اليوم ده. هيا كيجي، ممكن سارة نقول لها لما تيجي عندنا اليوم ده وتلبس ايه؟ كل واحد يكتب اللي هو عاوزه، يعني مثلا ممكن نكتب ايه؟ سبورتس كلوزنج، ملابس رياضية. تمام هنا عندي بيقول هوين، امتى امتى اليوم ده هيكون؟ برضو هنا كمان هنختار اليوم اللي احنا عاوزينه، يعني مثلا ممكن نكتب ايه؟ تومورو، غدا. تمام هنا عندي مكتوب فروم، فروم يعني من مين؟ مين اللي باعت الدعوة ديت؟ كل واحد هنا يكتب اسمه، أنا مثلا كتبت هنا أحمد. وبكده يا كيجي أنا خلصت الفيديو، لو عجبكم لايك وشير، ومتنسوش تشتركوا في قناتي، قناة ميس مامي التعليمية.